بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الكورس اللي هو بتاع الـ Artificial Intelligence هنبدأ نتكلم عن الألجوريزمات الخاصة بالجراف، اللي هي مثلا زي الـ BFS والـ DFS والـ Uniform Cost Search والـ STAR والـ Greedy Algorithms. الحاجات دي كلها هنبدأ نتكلم عنها تباعا، يعني في كل مرة كده هنتكلم عن حاجة معينة يعني. لكن النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الـ BFS اللي هو الـ Breadth First Search والديبس فيرست سيرش، فنفهم الفكره العامه بتاعت كل واحد فيهم، وهنفهم ازاي الكلام ده بيتطبق عمليا باستخدام البايثون. ماشي. من خلال طبعا الجرافس، وازاي نعمل ريبريزنتيشن للجرافس في البايثون، وازاي ناخد القيم الموجوده في الجرافس ديت ونتعامل معاها ونشتغل عليها. فمبدئيا كده في تو توبكس في الموضوع بتاع الجراف الجوريزمز او الجراف تكنيكس. يعني التوبيك الاولاني اللي هو الترافيرسال، والتوبيك الثاني اللي هو السيرش. ترافيرسال معناها لو انت دلوقتي عاوز تفيزيت كل المدن الموجوده عندك في الجراف الموجوده قدامك. ماشي كده. طيب يعني مثلا انت عندك مجموعه مدن متوصله ببعض عن طريق مجموعه نودز زي ما احنا شايفين كده، مثلا اربعه دولت متوصلين ببعض. ازاي ان انا ازور المدن دي كلها بأفضل حالة، يعني أو بأفضل كوست أو بأقل كوست موجودة عندي؟ إزاي أزور كل المود الموجودة عندي؟ ده الموضوع بتاع الإيه؟ الترافيرسال. طيب موضوع السيرش اللي هو التوبيك الثاني في الجراف، اللي هو بيفايند الباث بتوين تو نودز، اللي هو بقى أفضل باث ما بين تو نودز. يعني مثلا لو قلت لك دلوقتي أنا عاوز أوصل من الإس من النودة دي لحد الإيه؟ لحد النودة دي. تمام؟ فإيه أفضل باث؟ أمشي في الباث ده، ولا أمشي في الباث ده على طول، ولا أمشي في الباث ده؟ تمام؟ ولا امشي في الباص ده. فطبعا قدامك كذا اختيار في الموضوع ده، فمين اللي هيحدد لك افضل باص او اقل كوست عشان توصلك للديستنيشن بتاعك؟ ده طبعا الانواع بتاع الالجوريزمات اللي احنا هنشتغل عليها. طيب من ضمن الالجوريزمات دي اللي هي البي اف اس والدي اف اس. البي اف اس والدي اف اس يا شباب بيشتغل في الترافيرسال وبيشتغل في السيرش، مفيش اي مشكله. طيب موضوع الترافيرسال لو احنا خدنا عليه تطبيق كده نظري، ازاي بيشتغل الترافيرسال في البي اف اس؟ مبدئيا كده البريتس فيرست الترافيرسال هو بيعتمد على الكيو التكنيك بتاعها، اللي هو بيشتغل ازاي. فيرست ان فيرست اوت، يعني ايه؟ فيبو، اللي هو بيسموه ايه، حاجه اسمها الفيبو، اللي هو الفيرست ان فيرست ايه فيرست اوت، يعني اول واحد هيدخل في الكيو هو اول واحد ايه هيخرج من الكيو. طيب تعال نشتغل الكلام ده بمساله كده. عندنا جراف بالشكل ده كده، واحنا عاوزين نشتغل البي اف اس ترافيرسال، يعني عاوزين نمشي على كل النودز ديت باستخدام البي اف اس. طيب هو قال لك انت هتبني لي كيو فاضيه بالشكل ده كده، ادي الكيو وادي الاوتبوت بتاعك او الكرنت اللي هو المفروض ايه هيبقى الكرنت اوتبوت بتاعك يعني. طيب هنا في الاول خالص الكيو بتاعتك فاضيه، يعني ما فيهاش اي حاجه، فانت اول حاجه هتحطها في الكيو اللي هو ايه؟ اللي هو الستارت بتاعتي، اللي هو اول حاجه هبدا بيها امشي ترافيرسال عشان امشي على كل النودز بتاعتي. تمام كده. طيب فاول حاجه احط الايه، فحطينا الايه خلاص في الكيو. طيب هل في اي حد دلوقتي مع الايه موجوده في الكيو؟ لا. طيب طالما ما فيش حد موجود في الكيو، فهنعمل دلوقتي ايه، بوب، هنخرج الفيرست ان فيرست اوت ديت، دي اول واحده دخلت، في هنطلعها دلوقتي هنحطها في الكرنت بتاعنا. يعني دلوقتي نحطها فين؟ نحطها في الكرنت او الاوتبوت بتاعنا. طيب وانت بتحطها في الكرنت بتسأل نفسك شوية أسئلة. ماشي. هل الاي دي اللي انت حطيتها هنا دي، هل هي فيزت قبل كده؟ هل انت زرتها قبل كده؟ لو انا زرتها قبل كده مش هحطها في الايه، مش هحطها في الاوت، وابدأ اشوف اللي بعدها. طب ما فيش حاجة بعدها. تمام كده. طيب فدلوقتي مفيش اصلا الا الاي موجود عندي في الكيو، فانا هقوم مخرج الاي دي وحاططها في الكرنت. تمام. واقوم معلمها بعلامة كده ان دي بقت فيزتد خلاص، يعني الاي دي بقت ايه، بقت فيزيتد خلاص. انا مش ايه، انا مش هطلعها تاني من الكيو. لو هي موجوده في الكيو في اي مكان بعد كده انا مش هطلعها منه تاني، هطلعها بس هرميها بره، مش هطلعها في الكارد. طيب الحاجه اللي انت بتطلعها من الكيو بتبدا تبص على الادجيسنت نودز ليها. مين الادجيسنت نودز للايه؟ مين الادجيسنت نودز للايه؟ اللي هو البي والسي والدي. تمام كده. طيب ليه عرفت ان هنا البي والسي والدي؟ خلي بالك ان الجراف ده دايركشنال، يعني ماشي في اتجاه معين، فانا بشوف الاتجاه ده بيوديني للبي، والاتجاه ده بيوديني للسي، والاتجاه ده بيوديني للايه، للدي. اقوم حاطط ايه، البي والسي والدي، حاططهم فين؟ حاططهم في الكيو، ادي الكيو خلاص انا شلت الايه، فالكيو بقت فاضيه. فلما شلت الايه حاططها في الكرنت، لما جبت الادجيسنت اللي هو البي والسي والدي حاططهم فين؟ حاططهم في الكيو عندي. تمام كده. طيب
هنيجي بعد كده نعمل بوب. طيب انا قلت دلوقتي الفيرست ان فيرست اوت، مين اول واحد دخل الكيو ديت؟ اللي هو البي. فخلاص انا هخرج مين؟ هنخرج البي نحطها في الايه؟ نحطها في الكارنت. طيب وهنعلمها ان هي فيزيتد، وطبعا هتشيك عليها هل انا زرتها قبل كده ولا لا؟ طبعا ما زرتهاش قبل كده. طيب فدلوقتي ايه؟ هلاقي ان البي دي بتوديك لمين بقى؟ تسال نفسك السؤال، البي دي بتوديك لمين؟ بتوديني للاي والاف، طبعا ما بتوديش للاي لان الاي ده السهم مش طالع من البي، السهم جاي للبي، فانا ماليش دعوه بالسهم اللي جاي لي، انا ليا دعوه بالايه؟ بالسهم اللي خارج مني. فدلوقتي انا عندي الاي والاف، تمام؟ يبقى انا هحط هنا ايه؟ الاي والاف، بس هنزل القديم اللي هو السي والدي هنزلهم تحت اهو، ماشي؟ واقوم مزود مين عليها؟ مزود على الكيو والاي والاف، ادي الاي بتاعتي وادي الاف زودتهم عندي في الكيو هنا اهو، ماشي كده يا جماعه؟ طيب يبقى انا دلوقتي ايه؟ نزلت البي وحطيت الباقي اللي كان موجود عندي سي والدي، وبعد كده نزلت الايه؟ الاي والاف. طيب بعد كده هنيجي نعمل بوب، نيجي نعمل بوب لايه؟ الفيرست ان برضه، ده كان اخر، ده كان اول واحد داخل في الاول خالص، تمام؟ اللي هو ادم واحد موجود عندي في الكيو، فانا هعمل له بوب، لما اجي اعمل له بوب احطه في الاوت، طبعا تشيك هل انا زرته قبل كده؟ لا. لما عملت له بوب خلاص انا هعلمه ان هو بقى فيزيتد خلاص، ماشي؟ واشوف الادجسنت بتاعه. طيب هل السي هنا بيوديني لاي حاجه؟ لا. يعني اجي ابص هنا كده الاقي السي مفيش ايه؟ مفيش اي سهم خارج منه. لا ده اسهل، ده في سهم داخل له بس، فانا ماليش دعوه باللي داخل له، انا ببص بس اللي خارج منه. طيب هل السي بيوديني حاجه؟ لا خلاص، فانا هقوم منزل الباقي اللي هو الدي والاي والاف، منزلهم عندي في الجي ودول الباقيين عندي، تمام؟ واجي الخطوه اللي بعد كده اعمل بوب للدي، ده ادم واحد موجود عندي، اعمل له بوب ايه؟ احطه في الايه؟ احطه في الكرنت. طيب بعد ما اعمل له بوب احطه في الكرنت، خلاص ابص للدي، هل الدي دي ليها ادجيسنت؟ اه ليها ادجيسنت، اللي هو مين؟ اللي هو الجي. اقوم حاطط الايه؟ الجي عندي في الكيو مع القديم بتاعي اللي هو الاي والاف، فادي الاي والاف القدام، وبعد كده عليهم ايه؟ الجي الجديده اللي انا جبتها ادجيسنت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدي. طيب بعد كده اقوم عامل بوب لمين؟ اقوم عامل بوب للاي، لان ده ادم واحد موجود عندي، اعمل له بوب احطه في الكرنت. طيب لما اعمل له بوب احطه في الكرنت، ابدا ابص للاي، هل الاي بيوصلني لحاجه؟ او هل الاي ليه ادجيسنت اصلا؟ لا ملوش ادجيسنت، فاقوم منزل القديم الموجود عندي اللي هو الاف والايه؟ والجي، تمام؟ بعد كده مين ادم واحد موجود عندي اللي هو الاف؟ اقوم منزله عندي في الكرنت. لما انزله عندي في الكرنت هيبقى اعلمه فيزيتد، وابدا اشوف هل الاف دي لها ادجيسنت نودز؟ لا برضه ايه؟ ما لهاش ادجيسنت نودز، فخلاص الباقي عندي ينزل زي ما هو اللي هو مين؟ اللي هو الجي. خلاص يبقى هعمل بوب، ده ادم واحد موجود عندي مفيش غيره، اقوم اعمل بوب حاطه في الكرنت، خلاص كده انا طلعت مين؟ انا طلعت الجي، والكيو دلوقتي بقت ايه؟ بقت فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، والجي اصلا ملهوش ادجيسنت، فعشان كده مفيش حاجه تتحط في الكيو تاني. فاول ما اوصل ان الكيو بقت فاضيه او بقت ما فيهاش اي حاجه، يبقى انت كده خلصت، يبقى الاوتبوت بتاعك هو مين؟ هو الاي بي سي دي اي اف جي. يبقى ده الايه؟ الاوت المفروض يمشي بالترتيب ده، المفروض لو هتمشي على المودل دي تمشي ترافيرسال بالترتيب اللي انت شايف، اللي انت شايفه ده كده، اللي هو هتمشي هتروح للاي الاول، بعد كده البي، بعد كده سي، بعد كده الدي والاي والاف والجي، تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا كده فهمنا نظريا ازاي البي اف اس او البي اف تي اللي هو البريتس فيرست ترافيرسال بيشتغل بالطريقه اللي احنا ايه؟ اللي احنا شفناها دي. نبدا ناخد الدبس فيرست ترافيرسال بيشتغل ازاي. الدبس فيرست ترافيرسال يا شباب هو بدل ما بيشتغل بالكيو بيشتغل بحاجه اسمها الستاك. الستاك هو عباره عن بكل بساطه يعني عباره عن كوبايه كده، الكوبايه دي كل ما بتنزل فيها حاجه ماشي بتنزل تحت، يعني مثلا نزلت ايه؟ ادي واحد، نزلت اثنين، نزلت ثلاثه، نزلت اربعه، هل ينفع اطلع القيمه اللي تحت دي اطلعها قبل الجماعه اللي فوق دول كلهم؟ لا، فلازم اللي انت بتدخله اخر حاجه خالص هو اول واحد بيطلع، اللي هو ايه؟ بتمشي بحاجه اسمها الليفو، اللي هي اللاست ان ها فيرست ايه؟ فيرست اوت، تمام؟ فبيمشي بايه؟ بتكنيك اسمه ليفو اللي هو اللاست ان فيرست اوت. طيب تعال نطبق الكلام ده على الدبس فيرست ريفرسال، ونبدا نطبق على نفس الجراف الموجود عندنا ونشوف الاوت هيبقى شكله عامل ازاي. طيب فدلوقتي انا قلت ان احنا هنستخدم ستاك، انا كنت مستخدم هناك كنت مستخدم كيو. طيب تعال نشوف الاستاك دي بتشتغل ازاي. اول حاجه طبعا هبدا اعمل بوش لاول قيمه موجوده عندي في الجراف او الستارت بتاعتي، اعمل لها بوش في مين؟ في الاستاك اللي هو الايه، تمام؟ طيب وابدا ابص هل الكيو فاضيه دلوقتي؟ لا مش فاضيه، بقى فيها قيمه. طب اعمل بوب، اعمل بوب لمين بقى؟ اعمل بوب لللاست ان فيرست اوت، ودي اصلا اخر قيمه، اي اخر قيمه دخلت الاستاك، ودي اول قيمه برضو ايه هطلعها عندي، لان مفيش ايه، مفيش غيرها موجود، تمام؟ فلما اجي اعمل لها بوب، اعمل لها بوب واحطها هنا كده في الكرنت. طيب اللي انت بتعمل له بوب تسال نفسك برضو نفس الاسئله،
هل انا زرته قبل كده؟ لا، فخلاص هعلمه ان هو بقى فيزيتد، تمام. وبعد كده هشوف الايه الادجيسنت بتاع الايه مين، فالادجيسنت بتاع البي هلاقي برضو ان انا عندي هنا البي والسي والدي، فابدا انزل في الستاك البي والسي والدي. طيب هتسال نفسك سؤال دلوقتي، هو مين اخر واحد دخل هنا كده؟ اخر واحد دخل هنا كده في الستاك هو اللي على اليمين ده، اللي هو الدي. ليه؟ لان دي شغال بالايه؟ تكنيك اسمه ستاك. فالبي دخلت الاول، يعني نفترض ان البي هي دخلت الاول هنا كده، وبعد كده السي، وبعد كده الدي، فخلاص يبقى اول واحد يطلع هو مين؟ هو الدي، تمام. يبقى دلوقتي الفرق ما بينك، ما بين الدي اف اس، ما بين الدي اف تي، وما بين البي اف تي، ان دلوقتي القيمه اللي بتخرج من الداتا ستراكشر بتاع، ايا يعني كان بقى هو ستاك ولا كيو، الداتا القيمه اللي بتخرج من على اليمين. من على اليمين ليه؟ لان ديت هي اللاست ان، دي اخر قيمه دخلت الايه؟ الستاك، فانا ديت اول قيمه هطلعها عندي. طيب فانا هعمل ايه؟ هعمل بوب لمين؟ هعمل بوب للدي. لما اجي اعمل بوب للدي هيبقى لي مين؟ هيبقى لي البي والسي، هينزلوا زي ما هم كده. وابدا ابص للدي، هل هي زرتها قبل كده؟ لا ما زرتهاش قبل كده، واخليها فيزيتد. وابدا ابص ليه الدي مين الادجيسنت بتاعه؟ الادجيسنت بتاع الدي هو مين؟ هو الجي. فخلاص اهو منزل هنا مين؟ اهو منزل هنا الايه؟ الجي. يبقى انا دلوقتي بقى عندي بي وسي ودي. طيب مين اللاست ان؟ اللاست ان هو الجي، تمام؟ اقوم عامل له ايه؟ اقوم عامل له بوب. لما اجي اعمل له بوب ابدا ابص على الادجيسنت بتاع الجي، طبعا ملوش ادجيسنت، فابدا انزل الباقي الموجود عندي اللي هو البي والسي، مفيش غيره. طيب مين اخر واحد دخل عندي؟ اللي هو السي. اقوم عامل بوب لمين؟ اقوم عامل بوب للسي. طيب هل السي بتوديك لحاجه؟ هل السي لها ادجيسنت؟ لا ملوش ادجيسنت. فخلاص ايه؟ هخرج هنزل السي في الكرنت، وهنزل ايه البي الباقيه، هلاقيه زي ما هي موجوده عندي هنا كده. طيب بعد كده هعمل بوب لمين؟ للبي، ما مفيش غيرها موجود. لما اجي اعمل لها بوب اجي ابص عليها هنا كده، البي بقى بتوديك لمين؟ بتوديني للاي والاف، تمام. طيب هبدا انزل هنا الاي والاف، انزلهم في الستاك. طيب مين اخر واحد دخل عندي؟ اللي هو الاف، اقوم واخد ايه اول واحد من على اليمين هنا كده واعمل له ايه؟ اعمل له بوب. لما اجي تعمل له بوب مين اللي هيبقى عندك؟ اللي هو الاي. طب هل الاف بتوديك لادجيسنت نودز؟ اجي ابص هنا كده، لا ماليش ايه؟ ماليش اي ادجيسنت نودز، فباقي عندي مين؟ باقي عندي الاي زي ما هي. طيب هو عامل بوب لمين؟ هو عامل بوب للاي. لما تيجي تعمل بوب للاي هاجي ابص على الاي، هل الاي بتوديني الادجيسنت نودز؟ لا مفيش ايه؟ مفيش ادجيسنت نودز، فخلاص كده الاستاك بقت ايه؟ بقت فاضيه. كده انت تقف في الحاله دي، ويبقى الاوتبوت بتاعك هو ايه؟ هو القيم اللي موجوده عندك دي، اللي هي الاي دي جي سي بي اف اي. هتلاحظ هنا في الدي اف تي او الديبس فيرست ترافرس ان هو بيمشي بيخلص فرع فرع. يعني ايه بيخلص فرع فرع؟ يعني هتلاقي ان هو مخلص هنا الاي، بعد كده الدي، بعد كده الجي، تمام؟ بعد كده قام راجع هنا كده عشان يخلص السي، بعد كده قام راجع عشان يخلص مين؟ البي، ماشي؟ وبعد كده ايه؟ الاف، وبعد كده يرجع تاني عشان يخلص مين؟ الاي. يعني هو بيخلص فرع فرع من على الايه؟ من على اليمين وانت ماشي كده. ادي الفرع الاولاني، ادي الفرع الثاني، وادي الفرع الثالث اهو، وادي الايه؟ الفرع الرابع. فانت كده ايه؟ خلصت برضه الجراف بتاعتك، بس بطريقه ايه؟ بطريقه اللي هي الدبس فيرست ترابيس، وده الاسم المسمى. الدبس ده يعني معناها العمق، يعني ببدا اخلص فرع فرع وابدا ارجع تاني عشان اخلص الفرع اللي بعدي. لكن الفرق ما بينه وما بين البريس فيرست ترافرسال ان هو في البريس فيرست ترافرسال بيمشي كانه رو، يعني هنا بيخلص الايه وبعد كده البي سي دي، بيخلص رو رو، يعني كانه سطر سطر كده، وبعد كده يوم مخلص الايه الاي والاف، وبعد كده ايه يوم واخد الجي، يبقى كانه بيخلص ايه لير لير كده او رو رو، تمام كده يا جماعه؟ طيب ده الموضوع بتاع الايه الدبس فيرست ترافرسال. في اي سؤال في الجزء ده؟ في حد عنده اي سؤال في الدبس فيرست ترافرسال بيمشي ازاي؟ فعشان تسهل على نفسك، اللي في الدبس فيرست ترافرسال لما تيجي تشتغل وتعمل بوب من الكيو، اعمل بوب من الشمال، ماشي؟ لما تيجي تشتغل على الدبس فيرست ترافرسال هتبدا تعمل بوب من على الايه؟ من على اليمين. يبقى اول نود على اليمين دي اللي هتطلع في الدي اف اس، واول نود على الشمال دي اللي هتطلع في مين؟ في البي اف اس. ده الفرق الوحيد ما بين الاثنين دول.